جينا على يوسف ما نتفرقوش، جينا على يوسف على ولدي يوسف، غنبقاو على ولدي ويوسف هنا نضامنوا معاه باش ما نتفرقوش باش ما نبانوش قلال. هاد الشيء علاش؟ مال السيد مالو؟ هاد السيد قال لك زعما ما نتفرقوش شي هنا وشي هنا، حنا قال جاي الناس هنا كيستغلوا. ما كاين حتى واحد اللي كيستغل. الله اعلم، حنا زاد نهضروا غير هكا على الهضره، علاش ما نجيوش نهضروا على يوسف هنا؟ قال لك كاين الناس جايين يقضوا مصالحهم الشخصيه. شنو هي هاد المصالح اللي جايين اغلبيه ديال الناس هنا يقضوا؟ ما عرفتش، حنا ما عرفناش، حنا هضرنا غير على هاد الجمع وصافي، ما يتفرقش. هنا هضرني هي على هاد الجمع ما يتفرقش، غير الهضره فاش كيقوى وتطيح البقره كيقوى الجناوه صافي. انت باش تفرق باش ما واحد ما يعادي واحد. هاد الهضره ما تقالش، هادي لا، حنا فهمتي جينا على يوسف الزروالي، حنا جينا واقفين احتجاج كلنا الزروالي. هنايا سمعنا مجموعه ديال الناس معاكم في هذا المجمع تيتهموا اغلبيه فيكم انهم كيستغلوا وجاو على قبل المصالح الشخصيه ديالهم في هذه القضيه. حاشا 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 حاشا، يقسم بالله العلي العظيم الى كل شيء جاي واقف على يوسف الزروالي، ما كاين لا استغلال لا سيدي لا سيدي يحزنون. هذاك السيد الى ما تيعرفش يهضر ما خصوش يعمر في وسط المجموعه، الى ما تيعرفش يهضر راه حشومه باش يقول لك حنا استغلاليين، حنا ما طيحناش بالكرامه ديالنا. انا دام ما قصدش مسكين، هو غيتي راه حنا قبل، راه حنا في المباشر، حنا قبلت المحكمه، حنا جينا مع يوسف الزروالي. الله يجازيكم، راه هو مسكين غيضحك وانتم شديتوا فيه، الله يجازيكم بخير. شافنا كيسمحي لي استاذه، هو انا لاحظنا ان السيد ما كانش كيضحك، يعني كان كيهضر تيقول بلي كاين ناس استغلالي. قال دابا قال لكم ملي جيتوا كل واحد فين مشى، الا جايين على يوسف الزروالي هو تجمعوا كاملين، الا جيتوا على غرض اخر هو سيروا ليه. زعما قال هكا بهذا. شنو هذا النوع ديال الاغراض الاخرى؟ ما نعرفش كيقصد. ما هذه زعما انا قصدت فيه غير زعما كان كيضحك، ما كانش شي حاجه اخرى. زعما جمع الناس دياولو، الناس المعاقين والناس مفرقه، قال لهم تجمعوا الا جيتوا مع الاخ يوسف الزروالي تجمعوا، الا جيتوا على حاجه اخرى شغلكم هذاك. زيد قلنا دور انت. السلام عليكم، محمود عبد الخالق رئيس جمعيه السلامي تنميه البرج مشقوق. هاد الناس هادو غير ساءوا واحد الفكره، ان شافوا بعض الصحافات انهم تلجاجوا الاخ ديال الري، وقع القصه بين الصفوف وكاين اللي ما عرفش يفهمها ويوضحها. خلينا سيري فرد فهمتي، وان بعض الصحافات كاين اللي يدير استجواب هكا، كاين اللي يدير استجواب هكا، كاين اللي يدير استجواب هكا، والناس يعني بغاو تبقى الكتله كما العاده. هذا هو اللي كاين. بعيد عن ديك، وخليو لا خليو خليو لا يرحم الوالدين. حنايا نعم، هو قال لك راه كاين شي الشريفه. خليه يكمل، عطيك عطيناك الميكرو هضرتي، خليه سيدي. هو عاود السؤال ديالك راه دوخاتني، تقول لي سكتي ما تسكتش. واحد الاشخاص اللي كانوا معاكم قال تهمكم بانكم جيتوا بمصالحكم الشخصيه. اعتذرت لاننا حنا كنا كنجمعنا مصلحه وحده واطلاق سراح يوسف الزروالي. وخير دليل انك فاش قلتي له وضح لي رفض يجاوبك وشكرا. هذا الشيء
لا عاد فاش انا هنا عاود نمشي لا عاد